شراكة القطاع الخاص في مصر من أهم أهداف الدولة والتي تسعى لها بكل اهتمام في مختلف المجالات. عن هذا الأمر يحدثنا المهندس محمد محمود شفعي المدير التنفيذي لشركة مالتي ديري، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، يسعدني المشاركة في هذا الحدث العظيم وسط احتفال الدولة بافتتاح عدة مشاريع تنموية كبرى تعود فائدتها على المواطن المصري. وفي إطار توجيهات فخامتكم بمشاركة القطاع الخاص وتشجيع على جلب الاستثمارات المحلية، وهو الأمر الذي سوف يسرع من وتيرة التنمية ويضمن التزام القطاع الخاص بتحقيق أعلى عائد للدولة من المشاريع المقامة. السيد رئيس الجمهورية، إننا اليوم نقدم نموذج ومثال حي للتعاون بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية متمثلاً في الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني وبين القطاع الخاص، والذين قدما نموذج مشرف لمشروع متكامل تم تصميمه وتجهيزه بأحدث التقنيات ومراعاة المعايير العالمية لمزارع الألبان واستخدام أحدث الأساليب العلمية في الإدارة الفنية. ونحن على يقين أن القطاع الخاص بمساهمته بالتمويل والإدارة الفنية من خلال خبراتنا في هذا المجال وفلسفتنا التي تكمن في حرصنا على نقل الخبرات الفنية والإدارية لكل العاملين بالمشروع، إن هذا المشروع يعد خطوة هائلة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان واللحوم، حيث يضيف هذا المجمع عند تشغيله بطاقته القصوى ما يقرب من 50 إلى 60 ألف طن لبن سنوياً و1000 طن لحوم حية من نتاجات المزرعة. ولا يقتصر هذا التعاون على هذا المشروع فقط، بل يعد نواة لعدة مشاريع أخرى أهمها مشروع توطين السلالات الأصيلة في مصر. واسمحوا لي سيادتكم أن أشيد هنا بدور الدولة في تنمية الاقتصاد من خلال إقامة مشروعات تدفع عجلة الإنتاج وتساهم في نمو الناتج المحلي وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، علاوة على دورها الجبار في توفير البنية التحتية اللازمة لإقامة هذه المشاريع. وأحب أن أختم كلماتي سيادة الرئيس بأن الأمل والعمل الجاد والتوكل على الله هما السبيل الوحيد للنجاح. الأمل هو الغاية وهو الدافع الحقيقي للإنسان. أمل بغد أفضل وبوطن نباهي به الأمم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.